الدفاع والأمن المصري بمجلس الشيوخ يحذر. السيسي أكد أن مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وانقلاب في السودان، ولكن تحرك سريع من الجيش السوداني. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من الداخلية المصرية وتقرير مصري هام يكشف عن أهم تحدي يواجه مصر. وعاجل بلاغ للنائب العام ضد فتاه التيك توك من عبد العزيز بتهمه نشر الفسق. في البدايه عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدا في تفاصيل الاخبار. اشترك في القناه من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار. واضغط على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل ل 1000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. أول خبر معانا، والدفاع والأمن المصري بمجلس الشيوخ يحذر. السيسي أكد أن مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية. قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري الفريق أسامة الجندي أن كل من مصر والسودان ترى في سد النهضة خطرا على حصتهم في مياه النيل. وأوضح أن السيسي قال أن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه على ضفاف النيل لا يجوز أن يستمر إلى ما لا نهاية. كما أن الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين. وأشار جندي إلى أنه في سبتمبر 2011 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء سد النهضة. في مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها في فحص الدراسات الهندسية الإثيوبية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان، لافتا إلى أنه ومن ثم أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب. وتابع أن في يونيو 2014 اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وعقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات. وبعدها اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي، لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد. وأوضح في مارس 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي دي سالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة. وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع قواعد القانون العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وتابع، دخلت قضية سد النهضة عامها العاشر على التوالي وفرضت نفسها مؤخرا بعد تقديم مصر مقترحا فنيا عادلا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجها للكهرباء من السد دون الأضرار بالمصالح المائية المصرية وحصتها من المياه والمقدرة ب 55 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وإثيوبيا، والتي نص جميعها على الحفاظ على الموارد المائية لدولتي المصب والتعهد بعدم الإضرار بالمصالح المائية من خلال إنشاء مشاريع سدود تعرقل تدفق المياه إلى تلك الدول دون الرجوع إلى قادة الدول الثلاثة والاتفاق فيما بينهم. نوه بأنه على ضوء عدم وصول المفاوضات بين الدول الثلاثة إلى النتائج المرجوة بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ في 2015. وأفاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الوضع بحاجة إلى إيجاد دور دولي فاعل لتجاوز الموقف الحالي وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكم لإدارة واستخدام الأنهار الدولية والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى. مصدر معانا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وانقلاب في السودان، ولكن تحرك سريع من الجيش السوداني. وأعلنت وكالة الأنباء السودانية سونا عن اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين، لافتة إلى أنه يجرى الآن التحقيق معهم. ونقلت سونا عن مصدر برئاسة مجلس الوزراء قول أن السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم. حتى الآن لم يتم يعني معرفة إذا كان الانقلاب على الجيش السوداني أم الحكومة السودانية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ولكن تابعونا إن شاء الله إذا كان في جديد من معلومات أو مصادر طلع من السودان هننشر لحضراتكم التفاصيل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر تفاصيل هذا الخبر المؤسف. 21 شخصا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، أصيب 21 شخصا في حادث تصادم بين باص سياحي مع سيارة شركة نهضة مصر للنظافة فجر اليوم الثلاثاء على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة أول العمرية أفاد بورود بلاغ حادث تصادم باص رحلات سوبر جيت غرب الإسكندرية، حيث انتقل ضباط القسم وعشر سيارات إسعاف نظرا لكثرة المصابين، لأن الأتوبيس الباص سعته 50 فرد، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج وفق صحيفة الوطن. هذا وتعرض السائق والمشرف السياحي لإصابات خطيرة نتيجة هذا التصادم، إذ تدمرت واجهة الباص بشكل كامل. كما نقلت الوطن عن شهود عيان قوله من السائق قد غفت عيناه أثناء قيادة، ما أدى إلى جنوح الباص إلى البر الثاني، حيث اصطدم بسيارة نقل تابعة لإحدى شركات النظافة، ما سبب صدمة للسيارات القادمة في الاتجاه الآخر التي اصطدمت بالتتابع، بالإضافة إلى اصطدام واجهة الباص بسيارة مباشرة. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية. طبعا يعني مشكلة وكارثة، هي غافلة النعاس او ان انا وانا بسوق يكبس على النوم، فده شيء يعني خطير جدا، وتسببت اهو في حادث واصيب 21 شخصا، والسائق نفسه تعرض لاصابات خطيرة. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وناخد بالنا كويس واحنا سايقين على الطرق، وخصوصا الطرق السريعة واي طريق عموما، يعني نحاول ان احنا نكون قبليها يا اما نايمين كويسين او واخدين حاجة تفوقنا، شاربين يعني حاجة فيها كافيين، قهوة، اي مشروبات طاقة تفوقنا، بحيث ان احنا ما ننامش على الطريق واحنا سايقين، لان احنا كده بنعرض نفسنا، ولو معانا الاسرة بنعرض الاسرة للخطر، ونعرض نفسنا للخطر، ونعرض حياة الاخرين للخطر، فلازم ناخد بالنا كويس جدا من هذا الامر. كارثة برضو لما نعرف ان غافلة النعاس اثناء القيادة كانت مع سائق حافلة، يعني سائق الحافلة ده كان معاه ركاب، فشيء طبعا يعني محزن. اترك لكم التعليق على هذا الخبر، ولكن الحمد لله هي اصابات فقط، لا توجد وفيات، ولكن زي ما قلت لحضراتكم مشرف والسائق تعرضوا لاصابات خطيرة، نتمنى ليهم الشفاء العاجل بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل بلاغ للنائب العام ضد فتاة التيك توك منى عبد العزيز بتهمة نشر الفسق. تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع في مصر ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد فتاة التيك توك منى عبد العزيز لاتهامها بنشر الفسق. وذكر فرحات في بلاغه أن فتاة التيك توك منى عبد العزيز ظهرت خلال مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس تظهر المفاتن وتحرض على الفسق مجددا. وأضاف عندما خرجت فتاة تيك توك منى عبد العزيز علينا في القضية التي تعرضت لها الاعتداء تعاطفنا معها جميعا، ثم سرعان ما خرجت بعد قرار جهاد التحقيق بإيداعها أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تأهيلها بدلا من الحبس الاحتياطي، ولكن يبدو أنهم فشلوا أو إنها تهوي عالم الانحراف لتظهر مرة أخرى في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحرض على الفسق. وأكد أنه وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعية إذا كانت خادشة للحياء. كما إنه وفقا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق
على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وتقرير مصري هام يكشف عن أهم تحدي يواجه مصر. كشف تقرير التنمية البشرية في مصر العام 2021 أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر هي ارتفاع معدل نمو السكان بحسب صحيفة اليوم السابع. وأشارت اليوم السابع إلى أن التقرير أكد أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل لـ 2.6% في 2016-2017 قبل أن يتراجع إلى 1.7% في 2018-2019. وبحسب الإعلان الأخير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نقلت الصحيفة أرقام هامة بشأن الزيادة السكانية، من بينها أن ساعة الزيادة السكانية أعلنت تسجيل المولود رقم 250,000 خلال 50 يوم فقط بالداخل في 24 أغسطس الماضي، وأن محافظة القاهرة تتصدر قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان لتبلغ 10.1 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوم حتى 24 أغسطس الماضي 5,000 فرد، كما تم تسجيل معدلات إنجاب عالية لتصل ل 3.4 مولود لكل سيدة، وأن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1897. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد لفت إلى أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10-15 سنة سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق، إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات. المصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل من الداخلية المصرية، وأوقفت الأجهزة الأمنية بمدينة الجيزة المصرية شابا تسبب بتحطيم 10 سيارات متوقفة في أثناء محاولته الهرب من قوات الشرطة بحي الدقي. وأشارت التحريات إلى أن الشاب أثناء سيره بشارع المتحف الزراعي اصطدم بسيارة ولكنه لم يتوقف، وصادف ذلك مرور دورية أمنية حاولت توقيفه لبيان ملابسات الحادث، إلا أنه فور مشاهدته قوات الأمن هرب بالسيارة، ما أدى لاصطدامه بعدد من السيارات المركونة. وكشفت المعاينة الأولية أن المتهم هشم 10 سيارات أثناء محاولة هروبه. ونفت التحريات ما تم نشره حول إطلاق المتهم النيران على قوات الشرطة أو بالشارع، كما تبين عدم وجود إصابات وتم القبض عليه ونقله لقسم الشرطة وتم تحليل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. مصدر معنا كان من بوابة الأهرام المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.